بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن المواضيع المرشحة بقوة بنسبة في 100% لهذه السنة في مادة اللغة الإسبانية في الفيديو السابق كنت درسكم فيديو لكن للأسف كان عندي مشكل في الصوت لهذا ما قدرتوش تسمعوني لكن في هذا الفيديو إن شاء الله جاسبق راكو تسمعوني دونك رايحة نقترح عليكم ثلاث مواضيع اللي راهي مرشحه بنسبه 100% في هذه السنه ونتمنى انكم تركزوا عليهم مليح اول موضوع واللي هو لاس ريلاتيونيس فاميلياريس اكدوا عليهم بالبزاف que du la importancia de la familia, las relaciones familiares, cómo tener una familia, cómo desarrollar una familia los temas que tienen que ver con la familia y las relaciones familiares. El segundo tema es el tema de la tecnología. ممكن جدا هاد السنه يجيكم موضوع على لا امبورطانس ديال <applause> التكنولوجيا، تكنولوجيا لو سي دي التكنولوجيا، لا يعني ايجابيات والسلبيات تاع التكنولوجيا يعني موضوع اللي يكون عنده علاقه مع التكنولوجيا اما الموضوع الثالث اللي ممكن هاد السنه كذلك يجي بنسبه 100% وهو موضوع مجاش جامي ما واللي هو البارو يعني في الانبيتو ما نتكلموش فقط على ال وانما كذلك على البارو يعني البطاله فهذا الموضوع ممكن يجيكم يقولوا لكم كواليسون لا سكاوساس سي كونسيكوينسيا ديل بارو كواليسون لو نيجاتيفوس يعني ما هي الخصائص السلبيه والايجابيه تاع البطاله ممكن كذلك يجمعوا لكم وحدتين في موضوع واحد ممكن جدا على سبيل المثال ممكن يجمعوا لكم وحدة العمل مع وحدة لا تكنولوجيا يعطيوكم الموضوع تاع بور كومو بويدي لا تكنولوجيا ايودار بارا اليمينار البارو يعني كيف يمكن للتكنولوجيا ان تساعد في التخلص من البطاله يعني هذه بور اكزامبل ال تراباخو ان لينيا ال ماركتينغ ان لينيا tenemos muchas cosas que se hacen ahora y muchos trabajos que se hacen ان لينيا يعني ممكن جدا يجيكم هذا الموضوع يجمع وحدتين في موضوع واحد ان شاء الله كل هاد المواضيع رايح ندير لكم عليهم دي فيديو سبيسيو باش نشرحهم لكم بالتفصيل جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم اذا عندكم اي سؤال خلوه لي في لي ربي ينجحكم والسلام عليكم